السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. ان شاء الله تكون حلقة كده وصفاتها سهلة لذيذة تقدروا تجربوها وتعجبكم بإذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ الحارة في الفرن، سهلة ولذيذة جدا، والناس اللي ما بتحبش الحاجة حرقة ممكن نرفع منها الحاجات اللي بتحرق برضو نتيجتها هايلة جدا. هنعمل مع بعض المكرونة على الطريقة المكسيكية، طريقة سهلة ولذيذة جدا وتغيير في تقديم المكرونة. هنعمل مع بعض كمان حلى حلو جدا هنعمله ببواقي بسكوت العيد، احيانا طبعا مش احيانا دايما بيتفضل مننا بسكويتات كده مكسورة متفرفتة مش مزبطة والولاد ما بيرضوش ياكلوه، فهنلمه النهارده ونعمل بيه وصفه حلوه جدا. ممكن كمان نعمله من البيتي فور، مش هيقول لنا لا خالص. يلا بينا بقى نبدا اول وصفاتنا، وهنعمل مع بعض صينيه الفراخ الحاره. نقول المقادير وبعد كده نشوف مع بعض الطريقه. عندنا فرخه تكون وزن حوالي كيلو ونص، وده اكتر وزن بفضله لانه بيبقى لا كبير قوي ولا صغير، بيبقى وسط ويبقى لحمه مسكر وبيستوي ومبقاش بيشد. تمام. عندنا كيلو من البطاطس الصغيرة، البطاطس مغسولة ومتقطعة بقشرها ترنشات بس مش مكملين للآخر بالشكل ده، معانا اهي وباينة، بصوا هي متقطعة ترنشات اهي بس مش مفصولة للآخر. تمام. عندنا كمان ربع كيلو من الفلفل الرومي والحراق، متقطع شرايح او ترنشات احمر واخضر بقى عشان الالوان تبقى مبهجة كده في الصينية. 3 ورقات لورا. عندنا بقى للتتبيلة بصلة مبشورة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 3 معالق كبار من عصير الليمون، و3 معالق كبار من الخل. هنحتاج كمان 3 معالق كبار من الكاتشب الحار او ينفع الكاتشب العادي، 3 معالق من الزبادي، 3 معالق من الزيت، معلقتين صغيرين من البابريكا، ومعلقتين صغيرين من بهارات الفراخ، معلقة صغيرة شطة وبرده يمكن الاستغناء عنها لو احنا مش بنحب الحاجة سبايسي، نص معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، وملح وفلفل اسود. دي تتبيلة بتاعت الفراخ وهتديكي نتيجة بجد روعة جدا، وتتبيلة سهلة كده مش تاخد في ايدينا يعني 10 دقايق نكون مخلصين الفرخة بتاعتنا. اهم حاجه بقى ان احنا بعد ما نتبل الفرخه بتاعتنا نحفظها في التلاجة حوالي 4 ساعات على الاقل، او لو هنعملها من ليله قبلها يبقى افضل. التتبيله دي اقدر اشوي بيها الفراخ على الفحم برده هتدينا نتيجه هايله جدا. يلا بينا بقى نجيب ايه، نجيب بولة علشان نخلط التتبيله بتاعتنا. زي ما اتفقنا عندنا 3 معالق من الزبادي كبار، 3 معالق من الكاتشب برده كبار، قلنا كاتشب حار ولو مش متوفر هيبقى كاتشب عادي جدا، 3 معالق كبار من عصير الليمون، 3 معالق كبار من الخل. عندنا كمان بصلاية مبشورة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وكل ما الثوم كان مفروم أكتر أكيد هناخد النكهة بتاعته أعلى، والفلفل ده هنخليه هنا مع الفلفل التاني. وهنا البهارات بتاعتنا بقى اللي هي عبارة عن شطة، معلقتين من بهارات الفراخ والبابريكا، وعندنا كمان نص معلقة من الحبهان البودر، هنضيفهم كلهم ونحط بقى الملح والفلفل. ناخد كده معلقة ملح اعتقد يدوب. نخلي بالنا ان التتبيلة دي اللي هنتبل بيها الفراخ وهنتبل بيها كمان البطاطس بتاعتنا. تمام. وادي فلفل اسود، ويلا بينا نخلط المكونات دي مع بعض. نخلط كويس. لاحظتوا معايا انا هنا ما ضفتش سكر لان الكاتشب بطبيعته بيبقى فيه نسبه سكر عاليه. تمام. لو ما فيش كاتشب ممكن نحط صلصه، معلقه من الصلصه او معلقتين من الصلصه، ونحط بقى معلقه من السكر. تمام. يبقى كده قلنا البديل لو ما فيش كاتشب خالص. قلبنا كل المكونات مع بعض بتاعت التتبيله، ويلا بينا بقى نجيب صينيه كبيره علشان نحط فيها المكونات اللي عندنا كلها، واعتقد دي كويسه جدا. بدايه انا عايزه ايه، لو عندنا بلانشا شوف كده. تمام. وهنجيب الفرخه بتاعتنا ونحاول نعمل فيها فتحات علشان نسهل للتتبيله ان هي تدخل جواها. قبل ما اعمل حاجه عشان ما تضايقناش، واجيب سكينه كبيره، نجيب سكينة بقى تكون حامية. بسم الله. تمام. يلا على البركة. الفرخة بتاعتي
مش هحطها كده سليمة. تمام، همسكها وابدأ أعمل فيها فتحات بالسكينة. الفتحات دي هتدي طراوة وطعم حلو قوي للفراخ، لأن التتبيلة هتدخل جواها هتدينا طعم حلو وكمان أنسجة طرية ولذيذة جدا، بفعل طبعا التتبيلة اللي فيها الليمون وفيها الخل. أهم حاجة إن احنا منظفين الفرخة بتاعتنا كويس جدا، نقعناها في شوية مية بخل ودقيق علشان نشيل أي زفرة منها. كده بقت الفرخة معانا زي الفل. نحاول بقى كده اللي هو إيه، نخليها يعني مبططة خالص ومفرودة خالص بالشكل ده. يلا بينا بقى، هحط الخضار بتاعي في الصينية. تمام، وناخد جزء من التتبيلة وحطه على الخضار، وباقي التتبيلة هحط فيها الفرخة بتاعتنا كده، وادخل بقى التتبيلة دي جوه الفتحات اللي احنا عملناها علشان نستفيد بقى بالطعم بتاع التتبيلة كلها جوه الفرخة. زي ما قلنا يفضل ان انا انقع الفرخة كده في التتبيلة الحلوة دي مدة ما تقلش عن 4 ساعات، وياريت لو من الليلة قبلها هيبقى افضل كتير جدا. خلاص فرختنا كده اتبلت، والخضار بتاعنا كمان وحاول ادخل فيه كده. طبعا هو يخش الفرن كله، وايه احنا نسينا نحط كمان 3 معالق زيت، في مفروض في التتبيلة 3 معالق زيت، فانا هضيفهم. تمام زي الفل. هنوسع مكان بقى كده علشان نرص او نحط الفرخية بتاعتنا وحواليها الخضار. بسم الله كده زي الفل، لونها حلوة وريحتها كمان وانا شغالة فيها كده ريحة التتبيلة هايلة جدا. حاطين فيها مكونات حلوة قوي هتدي طعم وريحة جميلة جدا. خلاص كده كل حاجة بقت جاهزة، فاضل معانا ايه، هحط بس شوية زيت صغيرين علشان الخضار بتاعي يبقى متظبط وطري يعني ما يبقاش ناشف. طيب الزيت ومعانا سما. ازيك يا سما؟ ازيك يا شيف؟ ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله يا رب دايما يا حبيبتي. انت عندك كام سنه يا سما؟ 8. ما شاء الله، اللهم بارك. تدخلي مع ماما المطبخ، خصوصا ان احنا بقى في الاجازه دلوقتي. شطوره، برافو عليكي، برافو عليكي يا قلبي. الزيت. كيف كنت عايزه اسال عن طريقه البيتزا تاني؟ تشيز كيك وايه كمان، وبيتزا؟ صح كده؟ حاضر، عينيا ليكي يا روحي، عينيا ليكي يا سما، نورتيني يا قلبي. تمام كده، يبقى احنا في البدايه تبلنا او جمعنا التتبيله كلها وقلبناها كويس مع بعض، وبعدين اخدنا منها جزء تبلنا بيه الخضار وجزء تبلنا بيه الفرخه. والفرخه يفضل ان هي تقعد في التتبيله مده ما تقلش عن 4 ساعات. ومعانا ورق لورا هنضيفه برده، هنضيفه علشان يدينا طعم حلو. تمام كده، والفرخه زي ما قلنا نعمل فيها فتحات بالسكينه علشان التتبيله تدخل جواها كويس جدا ويبقى اللحم بتاعها طري ومش ناشف. هنعمل ايه دلوقتي؟ مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200 على اعلى درجه، ومسخناه قبل ما احط الفرخه بتاعتي على الاقل بربع ساعه. لازم الفرخه تدخل على درجه حراره عاليه علشان تغلي معايا بسرعه. تمام، ده مهم جدا. حاجه كمان، ان انا لما ادخل الفرخه بتاعتي لازم ادخلها على الرف او على ارضيه الفرن مش على الرف الوسطاني علشان تغلي معايا بسرعه وتبدا تاخد عملية التسوية على طول، ما تغيبش على البال ما تغلي وكده، وده مش صح خالص. يبقى لازم ندخل الفرخة على الأرضية بتاعة الفرن عشان تغلي بسرعة. ممكن كمان حاجة ان احنا ندي الفرخة غلوة على النار وبعد كده ندخلها الفرن. يلا بينا بقى، بعد ما تبلنا الفرخة وسبناها فترة وحطينا معها الخضار هنغطيها كويس بورق ألومنيوم وعلى الرف أو على أرضية الفرن وندخلها الفرن يكون سخن جدا. يلا بينا، عندنا تمام ادي كده، لازم على الأرضية مباشرة علشان تغلي على طول. جيب بس منديل نشيل الرف ده، انا شلته علشان ما يعمليش حاجز ما بين الصينية وبين الأرضية عشان عايزاها تغلي اوام. تمام، اول ما تغلي الفرخة بتاعتنا
ربع ساعة هسيبها تغلي كويس، وبعدين احطها على الرف الوسطاني تكمل تسويتها. الفرخة ممكن تقعد في الفرن حوالي ساعة لساعة الا ربع الساعة وربع على حسب وزن وحجم الفرخة. بس كده خلصنا الفراخ الحارة بالبطاطس او بالخضار في الفرن. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نكمل، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم. رجعنا لكم تاني، ويلا بينا مع تاني وصفة. هنعمل مع بعض المكرونة على الطريقة المكسيكية. هي أغلب الأكلات المكسيكية بتبقى فيها سبايسي شوية، بتبقى حرقة شوية، فيلا بينا نعملها. وبرضو لو مش حابة تحطي حاجة سبايسي فيها ممكن ترفعيها من الوصفة، مفيش مشكلة خالص. يلا بينا نقول المقادير وبعدين نشوف الطريقة. عندنا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة مكعبات صغيرة، يدوبك على قد الشوكة أو المعلقة. عندنا كمان كيس مكرونة اللي هي الفيوزيلي اللي بالشكل ده، وأي نوع أنت حباه، هنسلقها تلتين سوا بس. عندنا كمان بصلة مفرومة، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، كوباية فلفل ألوان متقطع مكعبات صغيرة، واحدة فلفل أحمر حامي متقطع صغير، كوباية ذرة صفرة. عندنا كمان ثلاث طماطميات متقطعين مكعبات صغيرة، نص كوباية كزبرة خضراء مفرومة، أربع معالق كبار من صلصة الطماطم، وعندنا كمان مكعب مرقة، معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة شطة، وملح وفلفل أسود. يلا بينا بقى. قلنا مع بعض ان المكرونه مسلوقه تلتين سوا بس، وده علشان لما احطها في الصوص بتاع المكرونه تبتدي تشرب منه وتكمل تسويتها وتاخد من الطعم الحلو للصوص اللي احنا هنعمله. في البدايه كده حطيت الوك على النار وحطيت فيه شويه زيت صغيرين، وهاخد قطع الفراخ بتاعتي وابدا اشوحها. عندنا الثوم الاول، هاخد الثوم والفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاقي الزيت سخن كويس جدا، وده ضروري، هنزل بالثوم ووراه على طول الفراخ. انا عايزه بس ريحه الثوم تطلع واحط عليه الفراخ على طول. بسم الله، من غير ما يلون من غير اي حاجه هنزل بالفراخ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى ونشوح الفراخ بتاعتنا. الريحه تطلع هايله جدا. وبعدين تعالوا نحط بقى البهارات اللي عندنا. عندنا البابريكا والكمون والشطه والبصل بودر والثوم البودر، هنحطهم نص معلقه من كل حاجه ونقلب. هنا اقدر اضيف الفلفل الاسود وكمان مكعب المرقه. هنشوح الفراخ مع عدم التقليب كتير، تمام، عشان ما تجيبش ميتها، لغايه ما الاقيها قفلت المسام بتاعتها والفراخ خلاص بقى شكلها كانها بالظبط مستويه. حضر معايا البصل، يبقى احنا في البدايه حطينا شويه زيت، تمام، سخنوا كويس جدا. اول ما سخنوا كويس قوي نزلت بمعلقه الثوم المفروم على طول ووراها الفراخ، وقلبتهم مع بعض تقليبه من غير ما الثوم يلون، لان اول ما ينزل في الزيت السخن هيبدا على طول ياخد لون، مش عايزينه ياخد لون خالص، مجرد بس ان ريحته تطلع. هنضيف قطع الفراخ بتاعتنا، تمام، ونشوحها كويس. حطينا كمان معاها كل البهارات،
فلفل اسود، كمون، بابريكا، توم باودر، بصل باودر وكمون، تمام، كل حاجه كده نص معلقه صغيره. ولما الفراخ اتشوحت كويس هضيف بقى البصل. ومعانا مروه. ازيك يا مروه؟ الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك يا مدام فاطمه؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ زي الفل الحمد لله. والله الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، تسلمي يا رب ويسلم سؤالك. الله يخليك. الله يخليك، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يعزك يا روحي، والله ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك، انا طالبه اشكرك على كل اللي انت بتقدمه لنا. ربنا يخليك يا رب، يعني لا شكر على واجب، ده اقل حاجه ممكن نقدمها لكم. اهم حاجه ربنا يجعلنا عند حسن الظن يا رب. يا رب يا حبيبتي. يا رب. يا رب جدا ليك. ميرسي لذوقك يا قلبي، والله نورتيني. وبنتي بتحبك جدا وبتسلم عليكي. ربنا يبارك لك فيها حبيبه قلبي، والله ربنا يبارك لك فيها يا رب وتفرحي بيها ان شاء الله. نورتيني يا مروه، ميرسي لاتصالك حبيبتي. تمام، شوحنا البصل مع البهارات والفراخ والثوم اللي احنا حطيناه من البدايه، تمام كده، والبصل بدا يدبل. انا مش عايزه الونه ولا حاجه، خلاص بقى كده انا محتاجه كله بقى يبقى يتسبك مع بعضه. هبدا اضيف دلوقتي، عندنا هنا الفلفل الالوان وعندنا الصلصه والطماطم، وهنا انا مش عايزه الطماطم احطها واسيبها بقى فتره كده تنزل ميتها والكلام ده كله، انا محتاجه اشوف قطع الطماطم وقطع الفلفل، الحاجات كلها تكون محتفظه بشكلها زي ما هو. هستنى بس كده على الحاجات دي تتسبك هي الاول مع بعض، وبعدين اضيف كله مع بعض يغلي غلوه وخلاص على كده. هجهز معايا كمان الذره والفلفل الحامي. هنا نقدر نشيل الفلفل الحامي لو انا مش عايزاها وعندي اطفال ومش عايزاهم ياكلوا حاجه حراقه، فانا ممكن الغيها من الوصفه والغي من التوابل الشطه اللي احنا حطيناها. خلاص كده اتاكدت ان الفراخ بتاعتي استوت. هضيف الصلصه، تمام، واضيف كمان الطماطم، ونضيف الفلفل الالوان، كل حاجه متقطعه مكعبات صغيره عشان يبقى سهل عليا وانا باكل بالمعلقه كل حاجه تطلع معايا بسهوله. وادي الفلفل الحامي، تمام، والذره. الذره هنا بقى بيدي طعم لذيذ جدا ومسكر للمكرونه، بيبقى طعمه حلو قوي. الالوان كمان هتبقى هايله جدا، حلو قوي. فاضل معايا احط الملح لان انا ما حطيناهوش من البدايه علشان الفراخ بتاعتنا ما تجيبش ميتها. وفاضل كمان السكر، حط كده نص معلقه صغيره من السكر واحط الملح. الملح طبعا على قد كميه الخضار والفراخ والمكرونه. بص كله تبك كده مع بعضه او يغلي مع بعضه كده دقيقتين ثلاثه. هضيف له بس شوية مية صغيرين، والمية تكون بتغلي علشان كله ياخد من بعضه. بسم الله، أهم حاجة المية مغلية. زي ما قلنا هنسيب الخليط كله مع بعضه يغلي غلوتين، وبعدين نضيف المكرونه بتاعتنا. وزي ما قلنا في البدايه المكرونه عندنا مستويه تلتين سوا بس علشان تخش بقى في الصوص ده وتبتدي تشرب منه ويبقى طعمها جميل جدا، بدل ما تبقى مستكفيه بالسوائل اللي اخدتها في التسويه وما تشربش حاجه من الصوص ويبقى ملهاش طعم خالص. معنا مين؟ اهلا وسهلا ام احمد. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وسعيده حبيبه قلبي. تعيشي حبيبتي واولادك طيبين واحلى. يا رب يا رب يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. الله يخليك. طالبه منك طلب بس يا شيف فاطمه. اتفضلي يا حبيبه قلبي. عايزينك تعملي لنا الفطير الشرقي اللي هو الفطاطري. عيني. حاضر، انا عملته قبل كده، هعمله تاني. انت عملتيه قبل كده بس ما خدتش بالي منه، معلش. لا ده انا عامله لك تاني مخصوص، احنا عنينا ليك. ربنا يخليك ويخلي لك احفادك ويخلي لك ولادك. يبارك لي فيكوا يا حبيبه قلبي، والله ما تحرمش منكوا ابدا. يبارك في صحتك وفي عافيتك. امين يا رب، واياك يا رب، تسلمي لي بجد. تسلمي وتسلم دعواتك الحلوه. تسلمي يا روح، نورتيني. نورتيني يا محمد. الله يخليكي.
غلي عندنا، عايزه الفطير الشرقي ان شاء الله نعمله مع بعض. انا عملته قبل كده بس هنعمله بقى عملي، عشان لما بيتعمل لازم يتشاف يعني، علشان الناس تعرف يتعمل ازاي بالظبط. غليت عندنا المكونات بتاعتنا والصوص بتاعنا، لونه حلو قوي، الالوان كلها مبهجه. لسه كمان هنحط الكزبره الخضراء، بس مش دلوقتي، لما نحط المكرونه وتبتدي تستوي قبل ما نغرف على طول نحط الكزبره عشان تفضل لونها اخضر ويفضل ريحتها وطعمها موجودين. يلا نحط المكرونه. ومعانا منى. ازيك يا منى؟ ايوه ازي حضرتك يا فاطمه. اهلا وسهلا، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، منورانا. الحمد لله، انا بحبك قوي يا شيف فاطمه. ربنا يخليكي يا رب، تسلمي لي. ممكن بس اسال حضرتك سؤال؟ اه طبعا اتفضلي. الكريب عندي انا كنت بعمله قبل كده كتير وكان بيطلع معايا ممتاز. تمام. الو الو، الخط فصل ولا ايه؟ طب حاولي يا منى تتصلي بينا تاني حبيبتي، معلش الخط قطع، حاولي تتصلي بينا تاني يا روحي. بصوا بقى الوان المكرونه مع الطماطم المكعبات مع الفلفل الالوان مع الذره، مدين شكل حلو قوي، وعايزه اقول لكم كمان الطعم هايل جدا. طيب في ناس بتحب ان الصلصه تبقى يعني اكتر من كده او اغمق من كده، مفيش مشكله خالص، زودي بقى صلصه براحتك جدا. تمام. انا شايفه ان لونها حلو، بس في ناس بتحبها يعني غامقه شويه او صلصتها اكتر شويه، مفيش مشكله خالص، زودي براحتك. تمام. زي ما اتفقنا المكرونه بقى هتكمل تسويتها وتاخد من الطعم اللذيذ، وفي الاخر خالص بنضيف لها الكزبره الخضراء. ومعانا ندى. اهلا ندى. الو. اهلا بيكي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا حبيبتي. اتفضلي يا قلبي، اتفضلي. كنت عايزه وصفه الغريبه بس. عينينا، حاضر، ننزل بيها حالا. شوفوا لنا الغريبه يا جماعه. بس كده يا ندى، عينينا ليكي يا حبيبتي، نورتينا يا حبيبتي باتصالك. يلا بينا بقى نضيف الكزبره الخضراء، عايزه اقول لكم ريحه حلوه قوي قوي. تمام. والطعم كمان لذيذ، وجبه متكامله يعني، يعتبر كمان فيها الخضار، فيها الفراخ، فيها المكرونه، مش محتاجين حاجه تاني جنبها. هحط كده الكزبره الخضراء وندي تقليبه هايله جدا. كلنا بنحب المكرونه وبنحب بقى يعني نحاول نجدد فيها شويه من الاكلات السهله واللذيذه واللي كلنا بنعشقها بصراحه. شايفين بقى الالوان اكتملت بالاخضر اللي نزل بتاع الكزبره. يلا نجيب سيرفيس بقى ونقدمها. زي الفل، شايفين شكلها والصوص بتاعها مظبوط جدا، وزي ما قلنا عايزين نتقله اكتر او نخلي لونه اغمق اكتر هنحط شويه صلصه كمان. يلا بسم الله نغرف بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، هايله جدا. يلا عايزاكم تجربوها بقى وتقولوا لي رايكم ايه. وزي ما اتفقنا احنا عملناها سبايسي، لو انت مش حابه تقدمي حاجه حاره او مش هتشطه شويه فممكن تلغي اي حاجه بتدي الطعم الحار زي الفلفل الحامي اللي احنا حطيناه او الشطه والكلام ده كله، هتطلع معاكي هايله جدا. ايه رايكم؟ شكلها بجد روعه وريحتها كمان. ممكن بقى عشان نعرف ان هي بس حرقه شويه ونجيب المفرش بتاعنا فين؟ اهو. ما تنسوش ان احنا معانا فرخه في الفرن بتتشوي. تمام. وزي ما اتفقنا الفرخه اللي احنا عملناها مع بعض تقدري تحطيها على الشوايه على الفحم وتشويها. في ناس بتشتكي كتير ان هي لما بتشوي فراخ على الفحم ما بتستويش. تمام. عندنا طبعا اهم حاجه انك انت عشان تشوي فرخه وتطلع معاكي مستويه على الفحم انك تكوني فتحاها جامد جدا ومبططه العظم، عارفين المطرقه اللي هي بتاعه البفتيك دي، الشاكوش ده هندقها علشان تتفرد خالص معانا ويبقى العظم كله ملامس للشوايه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بعد ما شويتها ولقيتها مش مستويه قوي هعمل ايه؟ هاخدها زي ما هي كده احطها في صينيه معاها حوالي ربع كوبايه ميه صغيره واغطيها وادخلها الفرن، منها ان هي اخذت طعم الفحم ومنها ان هي استوت جدا وكملت تسويتها في الفرن وهتطلع معاكي هايله
جدا. تمام، ودي كانت وصفة المكرونة. نطلع فاصل بقى صغير، نرجع نشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني. المكرونة استوت وبقت جاهزة جدا للأكل، وكمان الفرخة على وشك ان هي تستوي زي ما قلنا، ربع ساعة على أرضية الفرن لغاية ما تغلي كويس جدا جدا، وبعدين نرفعها على الرف الوسطاني ونسيبها لغاية ما أتأكد ان هي استوت، أشيل الغطا من عليها واسيبها بقى تحت الشواية تاخد لون ذهبي وجميل. يلا بينا نعمل تالت وصفة معانا النهاردة، وهتكون حلى ببواقي بسكوت العيد. تمام، طبعا نقدر نعملها باي بسكوت ساده، مفيش مشكله خالص، بس انا حبيت اعملها علشان زي انا وناس كتيره جدا بيفيض عندنا بسكوت وبتيفور، خلاص فيه مفرفت، فيه مكسر، فيه الولاد مش حابين يكملوا اكله، فهنلمه كله ونجرشه بالشكل ده. ويلا بينا بقى نقول المقادير ونشوف هنعمل فيه ايه. عندنا نص كيلو من البسكوت المجروش، مش عايزاه مطحون قوي، عايزاه مجروش يعني في حتت كده بالشكل ده، ما بقاش ناعم بودر خالص. عندنا 4 حبات من الموز، نص كيلو من العنب الاحمر، عندنا كمان علبه كومبوت اناناس متقطع مكعبات، اقدر احط مانجا، اقدر احط فراوله، اقدر احط برقوق اللي انا عايزاه، او اي فاكهه تفاح اللي موجود عندي متوفر عندي في البيت. للكريمه بقى هنحتاج 1.5 كوباية من اللبن، 4 اصفر بيض، عندنا كمان 1/2 كوباية من السكر، 1/4 كوباية زبدة، ومعلقتين كبار من النشا، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وكوبايتين كريم شانتيه مخفوقين يعني مضروبين. تمام، وهنزين بقى بأي مكسرات عندنا، صوص كراميل، فاكهة برضو، مفيش مشكلة، التزيين بقى بتاعك انتي. ويلا بينا هناخد من اللبن بتاعنا، ناخد 1.5 كوباية لبن بتوعنا ونحطهم على النار علشان يسخنوا. تمام، هنرفعه على النار علشان يسخن. وفي البولة دي مكان اللبن كده هحط الأصفر بيض بتاعي، وحط معاه النشا كمان، وحط الفانيليا، هضربهم مع بعض شوية. تمام، يبقى هنا ايه، هنا صفار البيض، هنا الفانيليا، وهنا النشا. خلاص خفقتهم مع بعض وضربتهم مع بعض كويس لغاية ما بقى الخليط متجانس، مفيش أي كلاكيع للنشا ولا أي حاجة. تمام جدا، ده احنا كده بنعمل الكريم باتيسير، ده بينفع كتير في حشوات لحلويات كتير قوي. وعندنا السكر هروح أضيفه للبن اللي على النار. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب. انا عايزه اللبن يسخن كويس، حطيت فيه السكر، المقادير بتاعه الكريمه سهله، بس الطريقه نخلي بالنا منها علشان عندنا بيض وعندنا نشا، فاحنا مش عايزينه لا يكتل مننا ولا البيض يعمل معانا فتفيت كانه مستوي، مش عايزين ده يحصل. فهنخلي بالنا بقى، هنشوف هنشتغل ازاي ونعمله مع بعض ازاي. تمام، هحضر معايا مغرفه كده علشان اخد بيها حبه بحبه. تمام، اول ما احس ان اللبن خلاص سخن، متنسوش ان احنا حطينا هنا مقدار السكر. اللبن سخن معايا كويس، هجيب البولة بتاعتنا اللي احنا حاطين فيها صفار البيض، حاطين فيها النشا، وحاطين فيها الفانيليا. هاخد كده بالكبشة من اللبن السخن، تمام، حبة صغيرين، وابتدي اضيفهم على البيض مع التقليب المستمر. تمام كده بسرعة، حط حبة صغيرين وقلب. تمام، واخد كمان حبة واحطهم
وقلب. الخطوه دي ميزتها او فايدتها ايه؟ ان هي هتساعد ان الخليط ده يبتدي ياخد الحراره تدريجيا واحده واحده علشان ما يسوليش البيض اللي موجود معانا. تمام، يبقى كده حبه بحبه مع التقليب. واما احس ان الخليط بتاعي خلاص سخن، نخلي بالي عشان اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي المشكله، اللبن. تمام، الايد سخنه ما عرفتش احركها. تمام كده، يبقى احنا بننزل باللبن بتاعنا حبه بحبه صغيرين علشان نوصل لدرجه حراره واحده واحده، مش مره واحده نعلي او نعلي الحراره بتاعه البيض بتاعنا فتفاجئي ان هو حبب معاكي واداكي نتيجه مش لطيفه وبقى فيه قطع صغيره كده كان بيض مستوي. خلاص لما احس كده ان البيض خلاص خد الحراره وسخن، على طول هنزله في اللبن بقى وبرده مع التقليب المستمر. بالظبط كده، وعلى النار بقى لغايه ما الخليط كله يبتدي يتقل معانا. ما ننساش ان احنا ايدينا فيه وبنقلب فيه على طول علشان يطلع معانا القوام بعد كده كريمي وما فيهوش اي حتت صغيره، ويبقى البيض تمام ومدينا كريمه حلوه من غير ما يكون فيه فتافيت. تمام بالشكل ده، واحده واحده هتلاقي الخليط بيتقل بفعل البيض وبفعل كمان النشا. معانا اخر حاجه في الموضوع ده الزبده. خلاص كده الخليط تقل اهو، هشيله بقى من النار خالص خالص. تمام، واحط معلقه الزبده واسيبه بقى يبرد خالص علشان اقدر اشتغل بيه. عملناه مع بعض بس عشان نعرف الطريقه ازاي من الكريمات اللي بتبقى حلوه قوي بيتحشي بيها حاجات كتيره في الحلويات، والزبده بقى تديله طعم لذيذ جدا. زي الفل، بصوا القوام كريمي جدا جدا، مفيهوش اي فتافيت ولا اي تكتلات ولا بيض ني، قصدي ولا بيض مستوي يعني مفتفت والكلام ده كله، زي الفل. خلصنا خلاص الكريمه. اهم حاجه وخطوه مهمه جدا، بعد ما بنخلصها بنفضيها في بوله ونغطيها ببلاستيك، والبلاستيك لازم يكون ملامس للكريمه نفسها زي كده بالظبط. اهو ده اللي احنا عاملينه قبل عشان يبرد. بصوا الكيس ملامس للكريمه علشان ما تعملش قشره ناشفه وتدينا نتيجه مش لطيفه. تمام، هعمل فيها ايه؟ هضيف لها بقى الكريم شانتيه واقلبها علشان نشتغل بقى على طول في البسكوت. هنا الكريم شانتيه هيخليها، ده كريم شانتيه مخفوق عادي جدا بلبن ساقع، ده هيخلي قوام الكريمه اخف وطعمها كمان لذيذ جدا. تمام، هنقلبهم مع بعض. يبقى احنا هنا ضفنا كريم شانتيه مخفوق للكريم باتير اللي احنا عملناه طبعا بعد ما برد خالص، واهم حاجه عشان اسيبه يبرد ان انا اغطيه ببلاستيك. اهم حاجه كمان ان الكيس البلاستيك يبقى ملاصق لوش الكريمه علشان ما تعمليش قشره ناشفه. زي الفل، نجيب بقى كيس حلواني ونبدا نملاه علشان نشتغل. ومعانا اميمه. اهلا اميمه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا كلمت حضرتك اليوم اللي فات. والله نورتينا. عامله ايه حضرتك؟ زي الفل والله الحمد لله، طول ما انتوا كويسين انا كويسه. ربنا يخليك ويديك الصحه. حبيبتي تسلمي لي. ربنا يكرمك يا شيخ، ويكرمك يا رب. الحمد لله يا حبيبه قلبي، ده من فضل ربنا علينا جميعا والله. تسلمي لي يا اميمه يا رب. والله والدتي بتحبك قوي وبتسلم عليكي. حبيبتي سلمي لي عليها كتير، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، ما تحرميش منها ابدا. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي لي، نورتيني. طيب احنا جهزنا كده بس عشان الكريمه سايله شويه بتنزل من الناحيه الثانيه، واجيب طبق نحط فيه علشان ما نبهدلش قدامنا. تمام، يلا بينا بقى نركب المكونات مع بعض. خلصنا خلاص الكريمه، دي كانت اكتر حاجه هتاخد منك وقت، بعد كده الدنيا سهله جدا مفيش حاجه خالص. هنجيب بوله اللي احنا هنعمل ونقدم فيها، او ممكن نعمل في كاسات اللي هي بتاعت التقديم على طول، دي بفضلها انا خصوصا لو عندنا ضيوف ولا حاجه، اما لو احنا في البيت مفيش مشكله نعمل في بوله واحده وناكل كلنا مع بعض. هاخد طبقه من البسكوت. بسم الله،
زي ما اتفقنا البسكوت عندنا مجروش مش مفروم جامد، تمام. ويلا بينا نحط كريمة. بالشكل ده. وبعدين طبقة فاكهة. هنا الكريمة هيبتدي البسكوت يتشرب منها وتدينا طعم لذيذ جدا. هيبقى فيه شوية تراي وشوية بيقرمشوا، وده يعني هيخلي الطعم حلو قوي. زي ما قلنا حطي الفاكهة اللي متوفرة في السوق او المتوفرة عندك في البيت واللي تناسب ذوقك. شوية عنب زي ما قلنا، تفاح هيمشي، مانجا هتمشي، اي نوع انت حباه. ممكن موز كمان. نجيب سكينة. طبعا الموز من الفاكهة اللي مينفعش نقطعها ونسيبها متقطعة فترة، لازم على طول تتقطع مباشرة فوق الحاجة. ومعانا مدام فاطمة. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيكي يا شيف فاطمة؟ اهلا بيكي حبيبتي، منورانا. الله يخليكي، يعني انا بشوفك من زمان اول من قبل التلفزيون يا حبيبتي. ربنا يخليكي، ده شرف ليا. الله يخليك يا حبيبتي. انا كنت عايزه استفسر عن حاجه. اتفضلي. يعني انا المفروض اعمل الكيكه مش عايزه فيها سكر، احط بديل للسكر العسل ممكن ولا مش ممكن؟ العسل ممكن طبعا. نعم ممكن طبعا، بس هتقللي الكميه. طب يعني كوبايه سكر مش تحطي كوبايه عسل، مستحيل. احطي قد ايه، نص مثلا؟ هتحطي نص وهتقللي في المواد السائله عندك شويه. تمام، يعني مثلا لو المقدار كوبايه لبن هتحطي كوبايه الا ربع لبن. طبعا فهماني علشان احنا عندنا العسل فيه يعني سايل شويه. بالظبط كده. وبالنسبه للبسبوسه، يعني انا بالنسبه للبسبوسه دايما بلاقيه السكر، الحل يكون ايه؟ دايما بتلاقي ايه؟ دي البسبوسه ماله؟ دايما بيكون فيه سكر. لا لا، ازاي في السوبر ماركت دي بسبوسه ما فيهوش اي اضافات. ماشي ماشي. وبرده هتعمل العسل بتاعه العسل. ايوه بالظبط كده، العسل بس هتخفيه بميه بقى، عسل ابيض وهتخفيه بميه. تمام. شكرا جدا جدا جدا، نورتيني نورتيني يا حاجه فاطمه، تسلمي لي. يلا نكمل. بعد ما حطينا الفاكهه هحط طبقه من البسكوت، وبعدين هنبدا نحط بقى برده الكريمه بتاعتنا تاني. ونكمل نملى الكيس بتاعنا تاني. اظن سهله جدا، مش هتاخد في ايديكي حاجه خالص، حتى الكريمه برده مقاديرها بسيطه. وزي ما قلنا الفاكهه المتوفره عندنا في البيت او متوفره في السوق. ومعانا اسماء. اهلا اسماء، ازيك؟ ميرسي يا اسماء، حاولي تتصلي بينا تاني. خلصنا ده الطبق بتاعنا اللي فيه البسكوت اللي فايض مننا من العيد، تمام. هنزين بقى في الاخر بشويه مكسرات، اي نوع عندنا احنا حابينه، بسيط كده. ممكن من غير، هو شكله لطيف اصلا من غير حاجه. زي الفل. ممكن بقى صوص كراميل، عملناه مع بعض قبل كده. بسم الله. وعندنا عنقود عنب، خدنا منه شوية فرطناهم حطناهم جوه القالب بتاعنا او جوه البايركس بتاعنا. وهناخد عنقود كده نحطه على الوش يدي منظر حلو. بس كده. وخدنا باقي البسكوت او بواقي البسكوت بدل ما نرميها، خدناها عملنا بيها حلى حلو جدا. زي ما قلنا نقدر نعمله كله في بوله واحده، نقدر نعمله في كاسات ونقدمها للضيوف كل واحد على حده، وده بيبقى افضل خصوصا لما يكون جاي لي حد في البيت. احنا معانا فاصل
تمام، هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نكمل نشوف الفرخه بتاعتنا اخبارها ايه. اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني. ادي حلى البسكوت اللي متبقي من عندنا من العيد، وعندنا كمان المكرونه على الطريقه المكسيكيه، وكان فاضل معانا في الفرن الفرخه بالبطاطس الحاره. تمام، تعالوا بينا بقى كده نشوفها اخبارها ايه. اعتقد كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هي المفروض تقعد برضو اكتر من كده شويه بس علشان وقتنا. شايفين شكلها، وكمان البطاطس شكلها هايل جدا. تعالوا بينا نغرفها بقى. اتفقنا ان احنا بندخلها في البداية على الأرضية بتاعة الفرن لغاية ما تغلي حوالي ربع ساعة وهي متغطية بورق الألومنيوم، وبعد كده بننقلها على الرف الوسطاني تمام وعلى نفس درجة الحرارة، ونخليها لغاية ما تستوي خالص. بنرفع الغطا ونحطها بقى تحت الشواية تاخد اللون. ومعانا مدام هيام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا اهلا، ازيك يا مدام هيام؟ اهلا بيك يا سكاره يا الله يخليك. تسلمي والله ويسلم ذوقك وكلامك الحلو. ربنا يخليك يا حبيبتي ويبارك لي فيك يا رب. يعني بصراحه رجعت لمواعيدك وكده ومنوره القناه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يديك الصحه والعافيه واياك يا رب. واياك ان شاء الله. على النجاح ما بين ايديك يا حبيبتي. يا رب يا حبيبتي. دعواتك يا ماما. والله دعواتك. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. امين يا رب. وإياك يا رب. وإياك. تسلمي لي بجد. الله يخليك. نورتيني والله يا مدام هيام. كلك ذوق وكلامك كله حلو قوي، متحرمش منك ابدا. الو الو. طيب واضح ان الشبكه فيه مشكله. ميرسي يا مدام هيام لاتصالك بجد، والله نورتينا واسعدتينا. شايفين شكل البطاطس كمان شهي جدا. خلصنا طبعا. الصوص ده بيبقى تحفة جدا اللي هو تحت الفرخة، ممكن يتقدم بقى جنب المكرونة، جنب رز، جنب اي حاجة انت حباها. يلا بينا نزين بقى ببقدونس. ودي كانت وصفاتنا النهاردة. ريحة الفرخة هايلة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. زي ما قلنا احنا عملنا النهاردة الاكل كان سبايسي شوية، تقدري تلغي اي حاجة سبايسي علشان لو عندك اطفال او في حد ما بيحبش السبايسي، وتعملي بنفس المقادير والمكونات فيما عدا الحاجات الحراقة. تمام، يلا بينا نطلع الطبق قدام. بسم الله. ويدي الفرخة بتاعتنا هايلة جدا. هستناكم بقى، هستنى التعليقات واستنى المكالمات بكره ان شاء الله. اللي يجرب حاجه يبعت ويقول لنا جربت وعجبتكم ولا لا. هستنى تعليقاتكم على بيدج البرنامج العزومه مع فاطمه ابو حاتي. دي البيدج الرسميه والاصليه للبرنامج، والبيدج بتاعتي اللي هي فاطمه ابو حاتي بالعربي وبالانجليزي. هستنى تعليقاتكم وهستنى بكره ان شاء الله اتصالاتكم على الارقام اللي بتظهر تحت الشاشه. اللي ما شافش الحلقه يقدر يشوفها ان شاء الله في الإعادة الساعة 1:15 بالليل والساعة 6:15 الصبح. اشوفكم على خير ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.